مرحبا أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 58 وكلمة مهمة جدا أيضا اليوم، وهي كلمة attack. attack attack. سوف نتعلم استخدام كلمة attack في جملتين ومرادفات هذه الكلمة في دقيقتين فقط. الهدف حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. لهذا السبب ركز معي الآن جيدا وهيا لنبدأ. get ready، اجهز الآن. write all the phrases so you need a notebook and a pencil. عذر كراس وقلم حتى تكتب العبارات. Just 2 minutes. ركز معي لدقيقتين. Repeat after me 5 times loudly. كرر خلف العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة. أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. كلمة اليوم كلمة attack. attack تأتي بمعنى هجوم، مهاجمة أو حملة، مداهمة أو نوبة قلب. attack attack attack. هيا نأخذ المثال الأول. المثال الأول هو dad had a heart attack this afternoon. تعرض أبي لأزمة قلبية بعد ظهر هذا اليوم. dad had a heart attack نوبة قلبية، أزمة قلبية this afternoon. dad had a heart attack this afternoon. أما المثال الثاني، she wasn't going to give him an excuse to attack her. لم تعطيه ذريعة لمهاجمتها. execute عذر أو ذريعة. she wasn't going to give him an excuse to attack her. نقرأها معا الآن. she wasn't going to give him an excuse to attack her. لم تعطيه ذريعة لمهاجمتها. أما مرادفات كلمة attack: offensive هجومي، عدواني. contravention مهاجمة. raid غارة. and aggression عدوان. الآن حاول أن تكتب جملة مستخدمة فيها كلمة attack. حاول أن تكتب جملة من عندك مستخدمة فيها كلمة attack. إذا لم تستطع أرجع إلى الأمثلة السابقة وحاول أن تكتب إحدى تلك الأمثلة أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف أو في التعليق. شكرا لكم على المتابعة الآن، وانتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله.